فايشو، ليش تخانقتي مع مرت أخوكي؟ سمعتي عن حدا بيقدر يحل مشاكله بالخناق؟ أكيد ما في. الخناق بيعمل مرارة بقلوبنا وبيخلينا نبعد عن بعض. ليش لا تتخانقي معه؟ كنتي بتقدري تتجاهليها. يعني كيف بدي أقدر أتجاهلها؟ أنا كنت رح أتحملها لو عملت هالشي معي أنا، وما كانت فرقت معي، بس معك أنتي أنا ما بقدر سامحك. وإذا هي عملت شي غلط فليش لحتى ما تعترف فيه؟ يعني فايشو، أنتي ما عملتي أي غلط، كلامك كله صح وما قصرتي، ولازم ما تهتمي فيها ولا تعبريها حتى ولا تشيليها من أرضها. نحن زعلانين لأن هي أول مرة ماما بتضربك وأنتي. لا لا يا أختي، يلي بيحبونا بيقسوا علينا، وهالشي طبيعي بالعائلة الوحدة. يعني لما الأم بتضرب بتضرب بحب، وهدول يلي بيتظاهروا بالمحبة والحنان الأحسن إنه نحن نبعد عنه. خلص انسي، أنا بس كل اللي كنت حابة أقوله إنه ماما مستحيل عصب منها. أنا كمان مستحيل إني عصب منك. كانت الضربة قوية ما بنتي، مشكلتك إنك بنت حساسة. يعني مثلي. انتي شاطرة بعجن العجين. ماما، فينود حكي معك بشي؟ شو بدي قلك مانو؟ عجن العجين فن، مي، زيت وعجني، خلطي أربع شغلات مختلفة مع بعضها وبعد عمليون بشكل واحد لتعملي خبز مدور. هالشغلة بنفس صعوبة توليف 10 أشخاص من عائلة واحدة سوا. انتي ذكية، مشان هيك ما رح اشرح لك اكتر. فينود خبرني انه انتو الاثنين رح تنفصلوا عنا. لا ماما، ما رح نترك العائلة. انك تتركي بيت وتروحي تسكني ببيت تاني بتكوني تركتينا. لا لا، انا ما رح وقفكم، لانه بعرف كان من الصعب توفقوا بين حياتكم الخاصة وعيشتكم معنا. بظن هاي كانت غلطتنا. بس ماما، مو هيك القصة، انتي فهمتيني غلط. هاي هي القصة مانو،
لو مو هيك القصة ما بتحكوا عن ترك البيت. ما نحكي لي شغلة واحدة بس، بحياتك سمعتي عن عائلة ما بتتخانق وما فيها مشاكل؟ بس هالخناق ما لازم يأثر على الحب وما لازم يصير هيك. الكل لازم يتشاركوا بكل شيء، بس الشخص اللي بيشارك بوقت الألم بيكون رفيق حقيقي، والشخص اللي بيهرب وبيخاف من الصعوبات. أنا بس بدي أقلك شغلة، أنت وفينود أذكياء وما رح نعترض على قرار بتشوفوه أنتو صح. جانو، أنا رح قابل الست بهافنا اليوم مشان نحكي عن موضوع خطبة ساتيش وفارشا. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.